قالوا في ورد، عارف اخي قاده وش قالوا في ورد للشباب المحتجين في ورد لمنذ اسابيع، قال لهم شوف حق اعطونا 15000 منصب شغل واعطونا المستشفى الجامعي وحقنا مطالبنا وما نسلم على العهده الخامسه، رانا مع العهده السابعه. هذا على هذا كلامك. لا لا مش كلامي، كلامهم هما. كلام هما، واسال من اردت. الان عارف بان الراي السياسي لا يرتبط بمساله التنميه. لا الان عارفين الموقف السياسي سيد داوي. نعم. انت الرئيس هو رئيس كل الجزائريين، يجب ان يوفر مستشفى في كل مكان سواء لمن صوت عليه او صوت. معليش معليش انا حبيت يعني لا تربطها بالعوده. لا مش ربط، مش ربط. لا ليس ربط. لا لا ليس ربط. ليس ربط. وعليه مدرسه وعليه ليس ربط. ليس ربط. لكن لكن الشباب قال لهم اذا راكم تساوموا، اذا راكم تساوموا فينا، اذا راكم تساوموا فينا احنا ما لا تساوم. لا تساوم. لا هم يقول، انا نقولك على لسانهم، اذا راك تساوم فيا على صوتي، اذا راك تساوم فيا على حقق للتنميه وروح نعطيك ممتاز.